شو يعني؟ رح ارجع عيد، لو شو ما صار بين القرايبين الضفر ما بيطلع من اللحم. قلبها، شو معنات هالكلام؟ يعني عيلة كورهان اللي هي عيلتك طقمخكن، هدول ما تركونا بحالنا ولا دقيقة، ما على لسانهم إلا سيران 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 سيران. قال شو؟ قال فريد تصاوب بسبب سيران. شو هالحكي؟ سيران؟ عأساس ما قالوا شي؟ ايه طبعا طبعا طبعا، معقول ما يقولوا لك ابني؟ من جهة جدك وجهة امك ومن جهة مرت عمك على قر 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 قر. سيران ما قال ذنب ابنه، انا اللي رحت وانا اللي عملت كل شي. خليني اتحسن ان شاء الله ورح حل كل شيء، انت اطمن. لك ابني يسلم هالتم اللي عم بينقط عسل، يسلم لي. روح واحكي معهم، انا قلت لهم، انا قلت لهم، ها قلت لهم كومة حكي، وقفتهم كلهم قدامي واحد واحد وقلت لهم هالكلام هذا. كان لازم تشوف كيف بابا دافع عني فريد، تحدى الكل واحد واحد مشاني انا، بتتخيل؟ أي. بابا كاظم البطل هذا، هذا بابا. حلال عليك والله، حلال عليك، بتكون خربت الدنيا هنيك. ها تحكي لي شو عملت. شو بدي احكي لك؟ لك ابني نحن بالمشفى، شو شايفني يعني انا بحب استعرض؟ اوه اخ منك يا فريد، انت مين اللي واقف قدامك؟ ها انت ما بتعرفني؟ الواقف قدامك كاظم بيك. ها ولك ابني نحن جماعة قد كلمتنا وما منهرب وقت الحرب، وانت بتعرف. حلو 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 حلو، يا سلام. بنتي اطلعي لهون، اطلعي. امتى بدنا نطالع هالبني ادم؟ ها بكره الصبح يا بيك، اليوم بده يبقى هون مشان المراقبه. طبعا طبعا مشان المراقبه. شوفي المراقبه مهمه كتير، خلوا هذا الزلمه تحت المراقبه. الحمد لله على سلامتك. شكرا شكرا لك. يا الله شو هاد، ايدي وضع غريب، ما عم بقدر حركها، كانت هيك قبل العملية كمان. استنى ابني استنى، طول بالك، انت شو عم تعمل؟ لساتك متصاوب جديد. ولك انا كمان لما تصاوبت ما قدرت حرك رجلي كذا يوم، ما بتتذكر؟ بعد كل هالأدوية اللي اخدتها وبعد العملية هالشي طبيعي؟ طبيعي كتير يا بنتي طبيعي. شو بدك تساوي؟ ايدك تعبانة هلأ، بدك تلعب فيها تنس يعني؟ لا بدي روح على الحمام بس. تعال انا بساعدك. يلا يلا قوم. لحظة خليني اخذ هاد. من وقت اللي اجيت لهلا ما رحت على الحمام. عن جد؟ ايه. قوم ابني قوم. مع الايه اللي يصير ومات وقصص. ايه روح روح فود. هات ايدك يلا فريد. على مهلك على مهلك على مهلك. في شي عم يوجعك؟ انا منيح.